المشروع بتاعي سنة 2006، كان تصنيع كشافات طوارئ، كانت ورشة صغيرة. خدنا قرض من الصندوق اللي كان الصندوق الاجتماعي ساعتها 300,000 جنيه، وفتحنا عملنا ورشة أكبر شوية واشتغلنا لحد 2013 إمرجنسي لايت بس، وكان معاها بعض أصناف بسيطة. بعد 2013 لما الكهرباء اتحسنت في البلد، فخدنا قرض بقى من هيئة تنمية المشروعات 3 مليون جنيه، وخدنا المصنع كبير وعملنا ايتمز كتير بقى، دخلنا كاتل، دخلنا تلفزيون، والحمد لله معروفين جدا في السوق وبنشتغل شغل كواليتي عالي جدا. تسهيلات حقيقية، هي بس بيبقى بيضمنوا حقوقهم بزيادة شوية، لأن المبلغ بيبقى كبير يوصل 3 مليون، فبالنسبة ده قرض كبير شوية، لكن بتمشي الدنيا. أنا كنت بادئ 3 عمال، احنا الحمد لله دخلنا في 280 عامل دلوقتي. لما يكون في خبره موجوده ومفيش سيوله بتبقى مشكله، فالحمد لله السيوله توفرت كانت البدايه، وبعد كده الناس طوروا معانا ووقفوا معانا بصراحه، والفايده بتاعتهم بسيطه ما بترهقناش زي فايده البنك. ان شاء الله في تصدير جاي، ان شاء الله في شغل جاي هيروح السودان بنتعاقد عليه ان شاء الله من التلفزيون والشاشه.